رح نبقى بأجواء العاصفة والأبيض، واليوم معنا على الخط مختارك فردبيان وسيم هنا. صباح الخير، ينعاد عليك. صباح النور، ينعاد عليك، وإن شاء الله سلام باركة على الجميع. نحن من شوي حكينا مع رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر، المشهد كان كتير حلو بدير الأحمر أبيض، كيف توصف لنا المشهد هلأ بكفر دبيان؟ المشهد بكفر دبيان والجوار كتير رائع، التلج كتير منيح ونوعية التلج عظيمة وكل الأجواء جيدة جدا يعني. نعم، دائما اهالي كفر دبيان بيحكونا عن نوعيه الثلج لانه بيكونوا بانتظار موسم تزلج، يعني فينا نوعد كل المتزلجين انه الموسم خير ان شاء الله. ان شاء الله، يعني نوعيه الثلج اللي جاي كثير منيحه، مثاليه لافتتاح مراكز تزلج بكفر دبيان، والجليد اللي عم يجي معها بخليها تعيش وقت اطول. وقت اطول، نعم. تقريبا قد ايه ارتفاع الثلج هلا؟ هلا مثل ما بتعرفي كفر دبيان المستوى فيها، مستوى العلو عن سطح البحر متفاوت من 625 لل 2800. هلا عندنا في مطارح في متر على البيستات، اكثر من متر عم بيصيروا، بوسط البلده عندنا حوالي 50 سنتيمتر. بس منيح يعني نسبيا، اسمه بجنة. كثير منيح اذا بس عم نحكي بظرف يومين تقريبا. نحن بنعرف انه كفر دبيان هلا عم تتلج، بعدها عم تتلج. كتير منيح، الله يزيدهم. نحن بنعرف انه كفر دبيان هي مقصد لكل الزوار ليله راس السنه، وثاقبت وانقطعت الطرقات وفي كتير ناس بقيت عالقه فوق، شو فيك تحكينا عن وضع الناس؟ بعد في ناس عالقانه فوق؟ هلا بصراحه نبلش نقول الطرقات ما تسكرت. الجرافات كانت عم تشتغل، كل الجرافات ان كانت الدفاع المدني او وزاره الاشغال او جرافات بلديه كفر دبيان كانت عم تشتغل بشكل مستمر. بس نعم. العاصفة كانت قوية، بس مشكلة السير بقول لك اياها كانت من السيارات هي نفسها. كيف لأنه يعني؟ نحن مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي انه بيجينا زوار من كل العالم، ما كانوا مجهزين يمكن، والسيارات اللي جاية يعني حتى سيارات الفور باي فور بوضع العاصفة اللي كانت موجودة كانت بدها يكون مجهزة او بدواليب ثلج او بسلاسل معدنية. الناس عم تجي انه انا استأجرت مثلا ديزون رينج روفر بطلع فيها، ما هيدي دوليبة مش مجهزة توصل على هيك مطارح. في سيارات كمان مش 4x4 ومش واللي بيسوقوها ما بيعرفوا كثير يسوقوا بالثلج، كمان سببوا مشكلة كبيرة لإلهم ولغيرهم. نعم، هلا وضع الطرقات كيف؟ مفتوحة كنت عم تقلنا؟ هلا الطرقات كلها مفتوحة، ما في شك إنه بالليل تشكل طبقة قوية من الجليد، هي تشكلت من ساعات النهار بنص النهار، بس الطرقات كلها مفتوحة بس للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، لو كانت 4x4 لازم تكون فيها سلاسل معدن. نعم، طيب استاذ وسيم، اي متى بتصير البيستات جاهزه لاستقبال المتزلجين؟ يعني اذا بعد يومين من انتهاء العاصفه ان الله رد بيتم تجهيز المنحدرات حد للثلج تصير جاهزه لاستقبال الرواد، كل التجهيزات الباقيه خالصه، بس مهمة يعني تجهيز الثلج اللي نزل. محضرين كل شيء، كنتوا بس ناطرين الثلج انه يتساقط 100% 100% على طول بعد انتهاء اي عاصفة. عمليا نحن بحاجة ليومين لتجهيز مراكز التزلج، تصير المنحدرات جاهزة لاستقبال المتزلجين. عظيم، نحن بنشكر مداخلتك من عيد من خلال اهالي كفر دبيان وفريق، ونحن بنشكركم على طول على اهتمامكم بكفر دبيان وبنرحب فيكم على طول بعاصفة السياحة الجبلية والتزلج. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. نحن رح نتابع حلقتنا، وبالذكرى الأربعين على غياب ام كلثوم عده نشاطات شدناها، واخرها كانت امسيه جمعت مقاطع غنائيه ومعزوفه من ريبرتوار كوكب الشرق، وبدعوه من تي مربوطه، العزف لعماد حشيش واحمد الخطيب غسان سحاب، والغناء لنعيم الاسمر، وكل التفاصيل بهالتقرير. أربع
شباب من الجيل الجديد صعدوا على خشبة مسرح مونو برفقة آلات موسيقية ليقدموا حفلة أم كلثومية. غسان سحاب، عماد حشيشو وأحمد الخطيب عزفوا مقاطع طربية، فرافقن نعيم الأسمر بنغمة العود وصوت غنى للكوكب وأطرب. أم كلثوم هي مطربة أجيال وليست مطربة جيل محدد، وهي طبعا هي أم كلثوم واللي حولها من شعراء وملحنين وكل الحالة الموسيقية قدروا يخلقوا فن صادق وعابر أكيد للوقت وللزمان. هي أم كلثوم صحيح ماتت من 40 سنة صار لها تقريبا، بس بعد من وقتها لهلأ وحتضل يعني أغنية مش مرتبطين بوقت. كان تحدي شوي اللي يعمل واحد كونسرت بس لأم كلثوم، لأنه أكترية أغانيها طويلة، يعني هي كانت تغني ثلاث وصلات بالحفلة، ثلاث أغاني. فنحن جربنا ننوع بين الأغاني القصيرة والأغاني الطويلة. مروا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، ولحد اللحظة بعد أغانيها حاضرة بالوجدان وبكل مكان، ولا تزال الحفلات الأم كلثومية تستقطب السميعة وهواة الطرب. جايين نحضرها لأنه اللي عم بيغني أم كلثوم من أجمل أصوات بلبنان، بس منه معروف كتير هو نعيم الأسمر. اليوم العادي استثناء صارت، والاستثناء صار عادي، الناس كلها عم تسمع أشياء على هويدلي سطحيا فتعودوا هيك. لا بدني نجي لهون لأني بحبها، بحب أغنيها، بحب اللي الزمن اللي كانت تمثله أم كلثوم. نقدرها كتير لأم كلثوم، بعتبرها من أحسن المطربات العربيات، هي سي لانكارناسيون دو لا شانسون عرب. اللي ما بيعرف ام كلثوم ما بيعرف الفن ابدا. اللي بيربطنا هو الطرب الاصيل اللي ربينا عليه مقارنه مع اللي عم نسمعه هلا اللي هو كارثه يعني. أنا من الجيل اللي كان يحب أم كلثوم ويسمعها قديم، ومبسوط إنه الجيل الجديد عم يقدر يسمع هالطاقة الفنية الكبيرة. تراث كلاسيك يعني من الغنى الشرقي المعروف يعني. دائما بنحتفظ بأسطواناته طبعا القديمة، خاصة أبي وأخواني وأخواتي يروحوا على مصر بيجي شايلين الأسطوانات. كوكب الشرق يعني هي في وجدان كل عربي يمكن بيستمع لأي موسيقى. نذكرنا أيام السبعينات كانت تجي أم كلثوم على بعلبة. الحفلة
الموسيقية التكريمية كانت من تنظيم مقهى تاء مربوطة، وهالحفل استطاع أنه يربط أجيال الماضي والحاضر بشخصية تعتبر أيقونة الحب والغرام. الحضور الجان أنه بعدنا عم بيحبوا هالتراث والأصيل والغنين الجميلة، هذا الشيء بيفرح معناته البلد بألف عافية. والشيء الحلو أنه في تنوع الأجيال، أنه هيدي بتدل أنه أم كلثوم خالدي. تلاقي جيل جديد صبايا وشباب عم بيرجعوا لغنانة من 60 سنة و70 سنة، شغلة مميزة. كل شخص بسن معين بس يرجع يتسمع لأم كلثوم أو الأغاني القديمة والأشياء الحلوة بيرجع بيحبها. كان في حب عن جد، بتحسي من الكلمات كانوا يحبوا يعشقوا مظبوط. هلا ما في، هلا 3-4 دقايق وخلص كل شيء بيتغير. أغنيها عالم كامل، حب وشعر وفن ورقي. جاي من باريس وهو جاي من كندا، أول مرة عم تسمع أم كلثوم أموان دو 15 مينوت، يعني شيء إكسترأوردينير. طرب ما غاب وبعده لكل الناس، حتى هون وبأمريكا بكل العالم أم كلثوم موجودة.